الحلقة الثالثة، محاولة قتل الدبدوب. هحاول اطلع الجبل العالي ده. يحاول يطلع، ازق عليه الصخرة المتحركة. الجزائر العالية دي. أكيد هطلع. أوه مش جاي هنا تاني. هروح للدبدوب بسلاحي. حلبس ده. شوف ده، جرب تاني باللي اشتريته منه عليك. عملت فيك لسه جايبه جديد. مسرت من ورا نصابه تحاول تقتليني. لا حاولت تقتله ويعرف، لازم اخليه يفتكر. لا مش كده، هروح له تاني كده. جيت بطة. ايه اللي جابك هنا؟ انا لسه هربانة من واحد. واحد مين؟ هدول هدول مين؟ هو الجبل صخرة متحركة وكانت ما تتحرك حتى ما وقعت عليا. وانت حاولتي تقتليني ليه؟ لا السلاح ده كان بايظ وعرفت ايه غلطة بتاعته. ناقص بس اركب له حتة هنا وهيشتغل. وحبيبي يقتل عدل عشان كان صوته من ورا. الحتة دي هي تجريها امتى؟ ينفع عنك السلاح ده؟ ينفع هفحص عليه، ممكن يطلع فيه قنبلة. اتأكد براحتك. مفيش حاجة ينفع تأمين عليه. الزيت أمني أصلا، المفروض ما ينفعش تأمني حتى هو بطل خارق، بس ماشي هبقى أمين فعلا. جتها. ايه ايه دي؟ افتح انت. كنت عادي انت عاملها على فرح وانفع اركبها لك وحاجات سهلة اوي تركب كده. دي صح كده. هقابلك مرة تانية يا دوب الخارق. بغبية دي ولا ايه؟ انا قصتها عملت كده، ما كستنيش ساعدتني في حاجة كنت اقدر اعملها. ما كانت تدات هنا، ما جت هنا ليه؟ وعرفت مخبأي منين؟ في سر لازم اعرفه ورا البطة الغريبة دي مكسيكية. هنام شوية واستغطى. صح النوم. لا صباح الخير يا ايها الدب الخارق اللي نايمك هنا. براحتي انا نايم. انت ايه اللي جايبك؟ جاي عشان اصح اسالك سؤال. ايه هو السؤال؟ متعرفيش حد بيحط شغل هنا؟ حد عنده شغل؟ اعرف حد مطعم. انت تقولي جاي هنا؟ كنت جاي لك اصلا مخصوص المطعم ده، طالبين حد. المطعم فين؟ على اول شارع المطعم الكبير ده. القائد بتاعه هو اللي طلبني معاه يجي لك. صح يا قائد؟ ايوه صح. فين يا قائد؟ بيكلمني على التليفون. مش شايف ايدك تليفون. لا ما التليفون ده لو اتشاف هيتقبض عليا. ليه؟ عشان حرامية هيعملوا حاجة. ما ليه هيتقبض عليا؟ مثلا حاجة غير قانونية؟ اشوفك في المطعم. دي حتى مشيتش من الطريق، دي تسريحة غريبة دي. هروح المطعم.
بطة دبدوب خارق، قلت لك هنتقابل تاني. ايه ده، بطة تانية؟ ايوه انا، هي اسمها بطة مكسيكية. انا بطة بحيث على الكنوز العالمية، عايز مني حاجة؟ انت بحس على الكنوز اللي جاي كده، مش مهم سلكت جبل وحصل لح. مش حاجات، وعجل اشتغلت في الجبل ده. انا جبل، وايه الجبل اشتغلت فيه؟ قصدي اشتغلت في المطعم ده. انا جبل سلكتي، جبل الوحيد اللي حد اشتغله، ولقيت فوق ايه، صخرة وقعت عليا. من ساعتها ما حاولتش اطلع تاني. ايوه عايزين ايه، محتاجين طباخ. نريد الاكل، نريد الاكل. وحضرت مسدسي الان. ايوه يا ارنب، مسدسي لازم يتعمر، قصدي ايوه يا ندوب. يا ارنب ده مين؟ واحد صاحبي. فينه؟ عمره ما هيجي. ليه؟ مسافر. مسافر قد ايه؟ هيفضل قاعد هناك. مش مهم، خارج على القانون. البطل خارق، خارج على القانون. ايوه يا سيدي، ضربنا قبل كده ولازم يتقتل قدام الناس كلها. لا ده كان سوء تفاهم، عشان عارف انتوا مش هتصدقوني، قلت لكم اللي في شرير قاعد يعمل حاجات، وده هو اسمه لها والمضرب تبعه. ايوه المضرب تبعه على الشرير ده، لكن مضرب نفسه مش صاحب الحته دي. صاحب الحته دي واحد ما ينفعش الاسم يتقال. مين هو؟ تعرفوا عادي، يبقى انت عندك حق. ازاي الابطال الخارقون على طول مش عندهم حق؟ المره دي عندهم حق، ما فهمتش النظريه اللي انت بتقول بيها دي. الابطال الخارقون بيبقى عندهم حق وبينقذوا العداله. تعالى اتفضل كل معانا. ايه الترابيزه الصغيره دي؟ بيراعوا حجمي عشان مطعم محترم. انت هتلف فوق، انت طباخ اصلا. مطبخ وشوعيتي حاجتي ورا. انا افضل مطبخ. اطبخ الاكل اللذيذ، اطبخ الاكل اللذيذ، اطبخ الاكل اللذيذ. بعد شبعنا يلا نمشي. ايوه هنمشي. وردية جيب الحاجة. لا المفروض بتبقى في المطعم. اه صح، لازم الحاجة تبقى في المطعم عشان ما تسرقش. خدينا معاك في الميكروباص ده ببلاش، بس الميكروباص عطلان، جرينا على الحصان بتاعي. خد المسدس بقى فيه. هيا كل واحد هيوصل على بيته. بيتك انت فين؟ في البلد؟ القاهرة. هسافر؟ خلصت تربياتي. دبدوب الخارق اللي خلاك تقعد هنا. اسألك سؤال، تعرف ايه عن البطة التانية؟ معرفش عنها في الحجرة القدس. هي الوحيدة اللي اتسلقت الجبل الكبير اللي حد اتسلقه ونامت. انتي نجيتي؟ لا هي طلعت لحد فوق، مش عايز تقول هي لقيت ايه. كل لما الظباط يسألوها او المحققين او اي حاجة تقول لهم مفيش حاجة، كل شغل في امرها. هم ظهرت النهاردة كانت صدفة غريبة من بتاعة صدمتها، محدش يقدر يكلمها حتى ملك المدينة نفسه. ليه؟ يا وراها ايه؟ ما كله فكرها سحرة، بيقولوا اي حد يقرب لها هتتحول الناس. سحرة؟ كل ده عشان عرفت تطلع جبل يعني؟ مش جبل، الجبل العظيم ما حدش عرف يطلع، كل اللي طلع مات، النجا ما عرفش يطلع غير حاجة بسيطة. ازاي اللي طلعوا مات؟ ما فيش حد طلع، هي اللي في الفيلم. مهما حاولت اطلع من بعده ما عرفتش اطلع غير حتة بسيطة. يعني انت ما عرفت طلعت حتة بسيطة ما موطيش، بس هي طلعت وقابلت نفسها. مين اللي هو؟ ساحر عظيم. هيموتنا كلنا لو حولنا المعيز عشان نشتغل عبد. مفيش حاجة اسمها، ما صدقش بالسحر.
السحر دي حاجة مهمة. لا، السحر ده في الآخر حسنا، ده السحر ده أضعف حاجة أصلا، أي حاجة تبقى غلط في السحر. وأنا سبيل عامل سن هذا أجنوب غبي وشكله حلو، نمشي عشان لو حد يعرف اللي عملته وحصل المصيبة دي هتأكل.